هقفلك وراهم، والفلوس هتتقسم على واحد بس. مادونا هتتجوز الفلوس، فلوس كتير قوي قوي، هتمتعني، هتهنيني، هتهشكني، فلوس كتير قوي قوي. ايه ده؟ لحمه؟ بقالي مده في راسي جاز ما شفتش لحمه بيضة. انا نهاني. ايه ده؟ انت مين؟ انا رجل اعمال. رجل اعمال، بتعمل ايه هنا؟ بشحت. ايه؟ لا رجل اعمال يعني. اتفضلي ما شاء الله، ربنا يكرمك، ربنا يزيد ويبارك. اتفضلي يزيد ويبارك. والله ما شاء الله ما شاء الله. بتعمل ايه هنا؟ انا ابدا بتاجر في الاسلحه. ايه؟ عاوزك تتوسطي لي يعني في صفقه اسلحه. صفقه اسلحه يعني، اصل انا ليا اتفاق مع ناس في رواندا، واخد بالك؟ عشان اديهم شويه اسلحه فاسده، واخد بالك؟ اسلحه من المضروبه بتاعت فيتنام بتاعت امريكا دي، ما شاء الله ناس عندها انيميا وبيتاجروا، عاوزين اسلحه، المفروض يجيبوا ادويه. هم بيجيبوا اسلحه عشان يضربوا بعض. الناس بتضرب بعض هناك في افريقيا وغير افريقيا. ما شاء الله انا بتاجر في الاسلحه. عندك اسلحه ثقيله؟ ايه هي اللي ثقيله؟ والله اسلحه ثقيله. اصل انا عاوز اعمل مشروع كده اسمه رواندا جيت، زي ايران جيت، زي ووتر جيت، ومش عارف انا هنا ليه جيت. انت جيت عشان تشتري اسلحه. اشتري اسلحه وما دام هتدفع احنا هنريحك على الاخر. الله يخليك. هنريحك والله. بس كفايه تحت بما فيه الكفايه. يعني هنوصلك الاسلحه في اي بلد انت عايزها، بالطياره، بالباخره. مين الوسيط اللي بيني وبينك؟ ديفيد. ايه؟ ديفيد. لا ديفيد لا، القص قال لي عليه كلام كتير. دي شغلانته. لا 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 مش شغلانته. ديفيد مين؟ ديفيد. ديفيد مين؟ ديفيد مين؟ ديفيد. شارلي. صح. صافي، انا مش صافي، انا واحد تاني خالص، انا عباس. اهلا يا استاذ. بيتك ده خروف. الله، ده انت عجل بقى ما شاء الله، ربنا يكرمك. هلو ورحمه الله وبركاته، تحت امرك. هلو اتفضل. هلو بليز لو سمحت، يعني بليز. امريكاني يقول بليز. بليز ده كرياني مش امريكاني. اهلا وسهلا. اقعد. انا قعدت يا باشا. اقعد. وانا هقعد مرتين، ما انا قاعد اهو. هلو هبو. اديني ودنك. لا ما انت معاك اتنين يا لئيم، عايز تبقى ثلاثة. اديني ودنك. ايه اديني ودنك؟ اديني ودنك. بس من بعيد. ايه مالك في ايه؟ اتفضل ادي ودنك. عايز تشتري اسلحة؟ عايز اشتري اسلحة اطفال. عندك اسلحة اطفال؟ ايوه. اطفال يعني ايه؟ هم اصل الاطفال بيلعبوا برضو باسلحة، يعني دبابة بتاع طفل، مسدس بتاع طفل، يعني حاجات كده، صاروخ بتاع اطفال. كمان الكبار بيلعبوا، بس بيلعبوا باسلحة تمام، لعب عيال برضو، بس بيقتلوا بعض، بيشتروا اسلحه. عندهم ما عندهمش دماغ. عندهم عندهم ايه؟ اكيد امك كانت حامل فيك وانت بره. والله ايه بره دي؟ بيتك نزلوك ازاي ما شاء الله؟ ايه نزلوني ازاي؟ ده انت نزلوك بواسطه، مش ممكن ابدا. انت بتاع 23 شهر مش 9 اشهر. ايه ده؟ ايه مالك؟ مرور، استنى والنبي هقول لك. ده شجر هنا كتير والله، وهنا شجر، وده شارع انفا. ايوه انفا. انفا ايه؟ بقول لك ايه؟ ايوه اسمع الكلام. ايوه ركز معايا. انا مركز مع اهلي. انت باين عليك جن مصور. طبعا انا هساعدك. ساعدني. تعال. ايوه انت منين بالظبط؟ انا من فرواندا. اسمها فرواندا. فين دي؟ لا دي بعيدة شوية. ايوه يعني فين في خريطة العالم؟ لا ما الخريطة معروفة يعني، هي ايوه بلدنا مع، يعني يمكن تتعب قوي لغاية ما تروح لها. وريها لي على الخريطة. بص مش هنا افريقيا؟ اهي ايوه افريقيا. وهنا ايطاليا
وهنا اوروبا كلها. ايوه. وهنا امريكا الشماليه وهنا امريكا الجنوبيه. ايوه. وهنا استراليا. ايوه. وهنا اسيا. ايوه. كل الكره اهي. ايوه. كره اهي. فين هي بقى؟ معلش اصلي ده شويه. معلش كابتن. بقولك ايه؟ ايوه. ركز معايا. انا مركز. ركز معايا. ركز. انا هديك اسلحه. الله يخليك. وانت تاخدها وتطلع على البلد بتاعتكم. ايوه. تخرب المنشآت اللي فيها. يعني تدمرها كلها. يعني ايه؟ مش انت الكبير فيهم؟ ايوه انا الكبير. وليك مساعدين؟ ايوه ليه مساعدين. خرب البلد بتاعتك. انت مجنون؟ خرب بلدي؟ انت بتغريني بايه؟ اخرب بلدي ليه؟ ايه اللي يخليني اخرب بلدي؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انا بلدي ما اخربهاش ابدا. بلدي هي حياتي. ما اقدرش ابدا اخربها. فاهم ولا مش فاهم؟ انا عربي. انا عربي. ايوه انا عربي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بالروح بالدم لبديك ده بالاس. ده صاحبي انا قوي. اهلا معايا فلاس بيجراس. ركز معايا. انا مركز معاك. انت هتروح بلدكو. ايوه. وطبعا عندك اعوان. انا هديك الاسلحه اللي انت عايزها. انت تخرب البلد تخربها وتقعد على تلها. ساعتها هتكسب انت الارباح بتاعت البلد. الثروات والخيرات اللي فيها حبها. الارباح هتبقى عندك كتير قوي. ساعتها هتديني 50% من الارباح دي غير 20% من ميزانيه البلد بتاعتك. انت مجنون. بتتكلم انت مجنون ازاي انا اعمل كده؟ ما تعملش البلد كده ابدا. لا لا. بقول لك ايه؟ ايه عايز ايه؟ بقول لك ايه؟ ركز معايا لاقتلك. ايه عايز ايه بس؟ انت هتديني طبعا. هديلك. هديلك اللي انت عايزه. ايوه. انا هدخل جوه. ليه؟ عشان اجيب لك الكتاب اللي فيه الاسلحه. كتالوج يعني؟ الكتالوج. كتاب اسلحه. كتاب اسلحه. هتدخل انت لوحدك؟ هدخل انا لوحدي. طب ادخل لوحدك عشان تعرف انت تختار الحاجات اللي انت عايزها. انا داخل لوحدي وجاي حالك. وانت ما تسيبه. انت مش داخل لوحدك؟ قال له داخل لوحدي. ما تسيب ده هنا. ايه داخل بيه؟ هو. طب خلاص. كتاب اسلحه وانا معايا كتاب حياتي يا عين. فرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. والله عذاب. عذاب والله. والله انا ما معايا ولا مليم. انا ما فطرتش. والله ما فطرت ولا لاقي حاجه. عايز اكل. جوعت. والله جوعت في لاس فيجاس دي. ايه ده؟ ايه ده؟ لا ده حاجات انا بكتبها كده بتنبأ للمستقبل من كتر الجوع. تنبؤاتي ولا سنة 2000 اختفاء مايكل جاكسون وظهور نوع اخر من البكتيريا. الفين واتنين ضبط 5 كيلو حشيش مع احد اطفال الانابيب. الأنبوبة ماشية كده في الشارع. 2004 بريجيت باردو تتزوج من أحد الكلاب التي ترعاها. تيجي ترعاها أنا. ما محتاجينها. 2006 عقد قمة عربية لنقل القدس إلى صقلية. يا نهار أسود. زهقوا ولا إيه؟ الله دول زهقوا. 2008 اسرائيل تطرد الفلسطينيين من صقلية. وراهم بتتكلم بالسيبهم. 2009 نتنياهو يصبح رئيسا لامريكا وكلينتون يطلب اللجوء السياسي لاسرائيل. انا سياسي والله بس بحلم. والله بحلم. كلنا بنحلم. كل الناس بتحلم. الفقراء اللي زي بيحلموا. المتشردين المتسكعين اللي سابوا بلادهم وجم هم اللي بيشحتوا. هم اللي تعبانين. بس بنحلم. الحلم مجانا. في حد يقدر يمنعنا من الحلم؟ وبالقاس يقول لي ساعدني. اساعده ازاي؟ انا من رواندا. هو عربي انا من رواندا. ايوه بالقاس ازاي؟ عايز اساعدك حبيبي؟ اذا نجحنا في العمليه نقسموا الفلوس يا عباس. موافق نقسم الفلوس. بس عاوز اقول لك حاجه. بعد ما نقسم الفلوس انا ليا مادونا. سيب لي مادونا. مادونا؟ ايوه سيب لي مادونا. ايه مالك ايه؟ لازم تسيب لي مادونا. مادونا؟ ايوه مادونا. مادونا اسمها يا عباس. ايوه. إيه لمستيها او شفتيها بعينك
الراس بالاس. ما عباس بالاس. عباس بالاس. عباس انا مجنون. بقول لك ايه، احنا اتنين عرب ولح، لازم واحد يقتل تاني عشان نبقى عرب. لازم الا كان لقتيل. انا ما عندي حتى مانع. ولو شي بخير كده. هقتلك زي الكاوبوي بتوع امريكا. ايوه زي الكاوبوي. اتفضل خد ده. فصا فصا عباس. لا مفيش فصا. يعني وجه اللي وجه. لا وش اللي وش. لا لا مش وش لوش. لا 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 ظهر لظهر. ظهر لظهر. وحنعمل ثلاث خطوات. تعال وعد الثلاثه وحضربك على طول. كل واحد اللي هيقدر يضرب الثاني الاول هو اللي يضربه. معلوم. واحد اثنين اثنين ثلاثه. بالعكس اضربني. اقتلني يا ابن خاص. لا عباس اقتلني يا ابن خاص. اقتلني يا عباس. اضربنا بالقاس. لا عباس اقتلني يا بالقاس. حاضر اقتلني. اقتلني. تصعب علي. انت اخويا يا حبيبي. انت اخويا يا حبيبي. ما اقدرش اقتلك. احنا في الغربة. انت عربي؟ انا عربي وانت عربي. انا عربي وانا عربي. احنا الاثنين عرب. عرب. هوبا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بالروح بالدم نفديك يا بالقاص بالدم. تعال حبيبي. تعال حبيبي. انا معاك هموت جنبك. هذا اللي هاخد مدونة. ايه رايك بقى؟ لازم نتخالق ونتصالح ونتخالق ونتصالح. انا اللي هاخد مدونة. ابدا يا عباس كده. ابدا يا عباس. ظهرك في ظهري. ظهرك في ظهري. العركة هتبدا. اتفضل. اتفضل. واحد اثنين ثلاثة. عندي فكرة. انا عندي فكرة. مالك؟ عندي ذكرى عباس. فكرة؟ فكرة. ايه؟ عباس. ايوه. عندي فكرة. ايه هي؟ لعبوا عليها القمر. نلعب عليها القمار. قمار يا عباس. تعال نلعب عليها. قول لي اروح اديها. تعال يا حبيبي نلعب عليها القمار. اتفضل. انا الروج وانت البلانش. انا انت الروج وانا البلان. العب. انت عملت ايدك ازاي وريني؟ عملت ايدك ازاي؟ انت بتغش يا حبيبي. لا نلعب لعبه تانية. لعبه تانية. ايوه تلعب المسخره؟ لا ما كان عارفلاش. تلعب شلح؟ شنو شلح؟ طيب تلعب ما تعرفش تلعب حاجه خالص. كان عارفها. وما تعرف ايه لعبه. ايوه عيط. انا عيط. عيط عيط. انا عيطه. عيط ليه؟ تعيط ليه؟ امك ماتت مثلا. ايه اللي خليك تعيط؟ امك ماتت. اسمع يا سيدي انا غادي نعيط انا وياك. لا انا راجل ما عيطش. لا 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 انت ما عيطش. ايوه راجل ما عيطش. وبعدين عاوز اقول لك حاجه. دموعي جفت. انا ماليش دموع. انا دموعي راحت انتهت وانا طفل قد كده. اتولدت من بطن امي بعيط. كل مشاكل كان فيها عياط وبكاء. كل حياتي كان فيها بكاء وبؤس وفقر. تعبت معلش طفولتي. والاخر بيعملوا عيد الطفوله. عيد الطفوله لمين يا عمي؟ عيد الطفوله لمين؟ انا خلاص ما عنديش دموع. عندي دمعه واحده بس هنزلها يوم انت ما تموت. الله بالاس. ايه رايك؟ الله يجزيك بخير. اسمع يا سيدي. ايوه هنعيط. يعني لعبه. لعبه تعيطه. لعبه نعيط تبكي يعني لعبه؟ واش انتم ما عندكم البكاء وما التعياط؟ هذا العياط. تعيط سي احمد. يا سي احمد. ايوه ايوه ايوه. لا تموت. ده العياط. هم العياط بتحكوا ازاي؟ العياط؟ يعني كارتة فيها عيطة ولعبة. لعبة. يعني انتوا العياط عندكم اللعبة. العياط عندنا اللعبة عندكم. انتوا يعني. بالمقلوب يعني. دي كارتة. ايوه. بلدية. ايوه. تحط وتقطع. ايوه. وتعيط. ايوه. نتعيط. لا لا تعيط تعيط. تعيط. تلعب يعني. كبال. كبال. راي. ايوه. لاس. لاس. الا الصوتة. لا. صوتة؟ لا. صوتة. صوتة. يعني ايه الصوتة؟ يعني الصوتة هي حواء اللي كانت تفاحة.
حواء اللي كانت التفاحه. انت لسه بتتكلم عن التفاحه؟ التفاحه دي ايه يا عم؟ وليش؟ تفاحه ايه؟ ايه اللي بتتكلم لسه عن التفاحه؟ في امريكا بتتكلم لسه على حكايه التفاحه؟ ده احنا هنا في عصر وفي بلد كلها تكنولوجيا وكلها حداثه وكلها طلعوا السماء وانت لسه بتتكلم على التفاحه. على التفاحه ما تاكل تفاح. التفاح ده مذكور في الشجره اللي في القران، احنا ما نعرفهاش بالظبط، لكن كل تفاح زي ما انت عايز. الحرام عندي انا الخمره حرام، الميسر حرام، اكل خنزير حرام، لكن التفاح اكل زي ما انت عايز. ها؟ ايوه. لا لا كل يعني كل تفاحة ايه؟ في تفاحة كلها يا كلها ولا يهمك. كل كل يا اختي يا اختي، كل يا اختي، كل يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، كل يا حبيبتي، كل كل يا اختي، كل يا اختي يا اختي، والله يا اختي يا ام عباس يا اختي يا اختي، كل يا اختي، كل يا حبيبتي. تعرف انت ايه؟ انت حواء. انا حواء. ايوه حواء. انت ابليس. انا ابليس. انت الشيطان، انت الرجيم، انت اللعين. انت لا، انت عربي وانا عربي، لازم نقتل بعض. بقول لك ايه؟ اديني ضعفك. اديني ايه ده؟ في حد عباس؟ ايوه عباس. ايوه. ايه ده؟ في حد جاي؟